ما بكم جديد. إذا في قضيتنا بالنسبة ليلى شهد بنت العشر سنوات تتلقى مقتولة تحت مولد كهرباء في طريق المدرسة متاحة، تلقات بحوايج القراية متاحة. سبب الوفاة هو الخنق مع وجود أثار عنف على بدنها، ولكن إلى حد الآن الشرطة ما عندهاش أكثر معطيات على ذلك. أمل محقين حاطين عينيهم على حسين صديق والد شهد. علاش؟ خاطر فما شهود كي سمعوا البوليسية المختلف الناس تاع الحومة، فما أكثر من واحد قال لهم أنه آخر مرة تشافت فيها شهد كانت واقفة معاه. قلت لي هو المعلومة ذي ما قالهاش. هذاك علاش المحقين توجهوا لحسين باش ياخذوا تسجيلات كاميروات المراقبة، كي عرفوا أنه عنده كاميروات مراقبة في الدار. دخلوا بالإذن خذوا تسجيلات تاع الكاميروات اللي مركبها حسين في داره وهزوها. وعكس ما كان قال الأم شهد، اكتشفوا أمنيين أنه الكاميرا تخدم ولا بس عليها. أما كي حلوا الماتيير اللي عندهم باش يتفرجوا في الصور في كاميروات المراقبة، لقاو ليامات الكل مسجلة. كان يوم اختفاء شهد، التسجيل بح. هكا شكوكهم تقريبا تأكدت. حسين بالنسبة ليهم هو المجرم وهو القاتل، ووقع استجوابه بناء على ذلك. حسين في الأول باش ينكر تماما أي علاقة بالموضوع، لكن مع الحاح الشرطة المصرية عادة تعرف كيفاش للحاح، ولا نعملك صورة مع الإلحاح متاع الشرطة والحق بالمعلومات اللي عندهم، ما يستحقوش البرشة إصرار. حسين اعترف بأنه هو فعلا من قام بجريمة القتل. حسين بداية باش يهز الشرطة للبلاصة اللي حرق فيها ساك شهد. وقت اللي لقاو البلاصة ولقاو بقايا الساك، وجهت له تهمة القتل وقتها رسميا. شكونو هالسيد هذا بالضبط باش يعمل هذه الجريمة النكراء في هالبنية الصغيرة؟ حسين شعيب 39 سنة، متزوج وعنده 4 صغار، فلاحه، هو صديق سابق لوالد شهد. قال حسين اللي بحكم داره مقابل المدرسة، نهارتها خرج وصل أولاده للمدرسة وقابل شهد بالثنية. قابلها ماشية للصيدلية باش تشري كمامة، كي شافها عيطلها، قالها إجا معايا باش نعطيك قضية توصلها لأمك. مستانس يعطيها قضية توصلها لأمها. مستانس من فترة إلى فترة يعطيها إعانة للوالدة متاعها للمصروف متاع شهد ومتاع بقية الصغار وكذا. دونك شهد قالت له خلي يا عمي من بعد المدرسة، راني توا باش ناخذ الكمامة وكذا. لكن هو أصر باش تمشي معاه. وقتها مشيت معاه، أما الغريب أنه ما مشاوش لدارو، كانت عنده دار أخرى بجنب داره في الطابق الرابع. حل باب دخل، دخلت شهد، سكر الباب. بديت ساعة هي شوية شوية تتوتر هكا، ومن غير حتى كلمة وبلا مقدمات بدأ يلعب في ديه من هنا ومن غادي، حاول يتحرش بنت العشر سنين. شهد بدأت تصيح وتعيد، وعضته في يده. شو عضته في يده لدرجة أنه صبعه تكسر بالعضة. هو باش يقول من بعد اللي هي حادث الماكينة، كله كان تمثيل باش يخبي اللي صار له جراء جريمته. شهد باقي تصيح وهو ما زال مكبش فيها. وقتها حط يده على فمها باش يسكتها، ومن بعد دزها على الحيط. جاء
أراسها على الحيط طاحت دايخة فاقدة الوعي. خاف حسين وما عرفش شنو يعمل أمام، قرر بينه وبين روحه أنها لازمها تموت، خنقها بيدي حتى لين شاف الدم خرج من خشمها. وقتها باش سيبها، سيبها ميتة، خليها في الدار اللي قلت لك. الدار هذه كان عاملها عبارة على منزل خردة. خرج من الدار مشى يخدم على روحه في الأرض متاعه، بعد مشى داوى صبعه على أساس تضرب في الخدمة في الفلاح. من بعد عدى النهار عادي مع عائلته وصغاره، حتى لين جاتوا أم شهد تسأل عليها وخرج هو يلوج معاه. بعد ما قتلها بقى يستنى الدنيا تهدى شوية، من قلت لك الناس يلوجوا على البنية نهار كامل. مع الأحداش متاع الليل مشى الدار الثانية هذه، هز جثة شهد وحطها تحت محول الكهرباء. بعدها رجع لداره، ارقد، ما قام كان على صوت مرته تقول له راهو الصغار لقاو جثة شهد. وهو خرج مزروب ومفجوع وقف مع الناس وهو حال حليل على كالبنية، تي هو اللي طلب الشرطة وقال لهم راهو الصغيرات لقاو جثة شهد. بعد سمع انه الشرطة تلوج على الكرتابة متاع شهد وتفكر اللي هي مازالت في داره الثانية، وخاف لتكون دليل على جريمته. أذك علاش اطلع مرة أخرى للدار، حط الساك في ساشي بلاستيك، حط معاها شوية وراق، حرقها، وبعد هز طيشها في الأرض متاعه. بعد اعترافاته وبعد إثبات الجريمة عليه، تم تحديد أول جلسات محاكمته نهار 8 مارس 2022. ولكن فجأة بعد ما اعترف التحقيق وبعد ما عمل إعادة تمثيل الجريمة، أنكر حسين كل شيء في المحكمة وقال رواية أخرى. قال لي هو نهارتها شاف شهد تبكي، قالت له لي هي تحب تحكي معاه في موضوع يخص أمها. قال أنا بجيت طلعتها للدار غادي، لكن هي كانت تبكي بشكل هستيري يا أخي. قال حاولت نسكتها يا أخي ماتت بيني دايا. طبعا هدرة كيما هكا ما تتصدقش ولا تستقيم مع تقرير الطب الشرعي يحكي على خنق ويحكي على عنف. في 4 أفريل 2022 تم الحكم على حسين، وتمت إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية المصرية. إحالة الأوراق في مصر على المفتي تعني كما قلت لك قدام مرة أنه الحكم هو الإعدام. شوفوا معايا فرحة عائلة شهد بالحكم الصادر في حق حسين. ألف مبروك يا شيخ، ألف مبروك، الله يبارك فيك، ألف الله يبارك فيك. أنا فرحانة، أنا قوي جدا جدا لحقك هذا يا شيخ. ألف شكر للقضاء، ألف شكر للقضاء، ألف شكر للقضاء. كانت بنت مظلومة ويتيمة، حقها قال عشان مظلومة. حسبنا نعم الوكيل، حسبنا نعم الوكيل، حسبنا نعم الوكيل. حقها بعد وكيل، شرطة عند العبد لله، عبد لله وشنو عشان مظلومة كل رد مضطرب العبد لله. هكا إذن كانت قضية حسين وشهد، وهكا كانت القضية متاع الصغيرات. وقد ما نقولوا على بعض الحاجات ساعات السهلة ولكن اللي ما تتعملش وتكون نتائجها كارثية، ونعاود نقولها مرة أخرى ونستنى تعليقكم عليها. إذا كان توما في المدرسة متاعكم تاع صغاركم، كان عندكم صغار، كيفاش صايرة الأمور في تونس وإلا في الخارج، وخاصة نحب على التعليم العمومي، خاطر نعرف التعليم الخاص في العالم الكل كي ما يجيش صغير يطلبوا يسألوا كذا بالطبيعة، لكن نحكي على التعليم العمومي. وين انتم موجودين؟ وين قاعدين يقرأوا صغاركم؟ وهل إذا كان صغير يتغيب يتم الاتصال بكم؟ يسألوكم الصغير جاء ولا ما جاش؟ علاش ما جاش؟ نسنى تعليقكم إذن على هذه القضية. نمشيوا إلى جملة من التعليقات اللي جاتنا في قضايا أخرى، وباش نمشي اليوم إلى تعليق جينا مثلا من عند
ريان يظهر لي أعطاني نصيحة ريان بعد صورة العطلة اللي تقسمتها معاكم، قل لي صحة بحبيحة، أما نصيحة ليك كان شفت كيس أسود كبير أو أي حاجة ملفوفة لا تدور بيه لا تحلو لا تخلي حسك الأمني يمشيله، خذ كونجي بالحق. حاذر يا ريان، وهذاك اللي عملته بالضبط فعلا. نمشي التعليق آخر من عند أمين. أمين يقول تعرف سي حمزة الباهي الطريقة في الفيديو هذا بصراحة ليفل الوحش، يحكي على قضية التهامي البناني أشهر قصة اختفاء في المغرب. علاش ليفل الوحش؟ يقول ياسر قوية، خاصة كيف وصلت الحل اللغز ووصفك للأوفر دوز. أنا ما زلت كيف عملت كذا ونسمع فيك ونخزر لك، دخلت الكرهبة مع الأولاد، شفتوا التهامي كيفاش عمل أوفر دوز وكشيك شو طالع. تمنيت راني كورت الكرهبة وهزيت ورميته قدام السبيطار، خير وأرحم. شكرا جزيلا أمين، بتبيع في إطار الفدلكة أنا متأكد أنه يجينا هذا التعليق. الكل منك يا إيمان، يظهر لي عنده أمين رسالة زاد الإيمان. شكرا جزيلا على تعليقكم، شكرا جزيلا على متابعتكم، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.